التونسي تقريبا مع انه البلاد تقريبا في منطقه شح مالي يتمتع تقريبا اليوم ب 450 تقريبا متر مكعب من الماء، وقت اللي تقريبا المعدل العام وما اوصت به منظمه الفاو تقريبا المعدل والمعيار الصحيح هو يلزم يكون عنده 1000 متر مكعب من الماء، وفي حدود ربما في السنوات القادمه سنوات حتى 2030 ممكن يهبط ل 370 او 375 متر كوب. هذا نقولوا انه تقريبا ماشي للعطش معناها سي مصباح. شوف ارقام صحيحه بالفعل، احنا اليوم نعتبره تحت خط الشح المائي اللي هو 500 متر مكعب لكل فرد في السنه. احنا اليوم في 450 متر مكعب، لكن راهو مع موفى سنه 2030 باش نكونوا في 350 فقط متر مكعب، وهذه طاقه يعني مواردنا المتاحه. لكن احنا ماناش ماشيين للعطش، اذا كان نقوموا بتنفيذ ما تم تسطيره وبرمجته، لانه اليوم احنا عندنا رؤيه، احنا عندنا رؤيه لابد في مشاريع من مشاريع البنيه الاساسيه في قطاع المياه وغيره، لابد دائما من رؤيه تاع 15 20 سنه للاستعداد الى ارتفاع الطلب على المياه. احنا اليوم كل منطقه تقريبا عندنا ما هو لازم لتفادي العطش رغم الظروف هذه الصعيبه في المستقبل. اولا عديد المشاريع تم برمجتها فيما يخص تعبئة الموارد المائية التقليدية، ونخص بهذا إنجاز بعض السدود كما سد السعيدة اللي هو سد تقريبا 45 مليون متر مكعب اللي باش يكون على مشارف تونس الكبرى، اللي هي تونس الكبرى يلزمنا نعرفوا اللي يتمثل تقريبا ربع استهلاك المياه في البلاد. كذلك إنجاز عديد السدود الأخرى للتعديل ولخزن كميات استراتيجية للصيف، وعلى على سبيل المثال سد القلعه الكبرى بالنسبه لمناطق الساحل والقروان وصفاقس. هذا بالنسبه للمناطق كما نعرف، واحنا راهو تقريب اغلب المناطق الكبرى للاستهلاك هي موجوده على المناطق الساحليه، وقت نقول الساحليه راهو من بنزرت حتى البنقردان، يعني سور الليتورال يعني الساحل التونسي كله، وهذا يستدعي عده مشاريع، واحنا انطلقنا في المشاريع هذه وثم العديد من المشاريع اللي وصلت 60 و70% من الانجاز، وان شاء الله في ظرف سنتين يكونوا او ثلاثه يكونوا استكملنا المشاريع هذه. بالنسبه للمناطق الاخرى الوسط والجنوب اللي كما قلنا ثم شح كبير في المياه، وانه حتى المياه الجوفيه المالحه يعني تم استنزافها اليوم. اذا احنا انطلقنا في برنامج وطني لتحليه المياه، احنا كما تعرفوا نلتجئ لتحليه المياه وقت اللي ما عندناش حلول اخرى، وهذا مكلف تقريبا، وهذا مكلف بالفعل، لكن نظرا لعدم وجود حلول اخرى احنا نلتجئ الى تحليه المياه. واحنا كما تعرفوا الشركه انطلقت في برنامج منذ سنه 1983، تم انجاز اول محطه لتحليه المياه الجوفيه المالحه في قرقنه، ثم انطلقنا فيما بعد في 1999 2000 في جربه في جابس في جرجيس. لكن اليوم راهو بعد ما معناها تقريب استنزفت الموارد المائيه حتى المالحه منها، احنا انطلقنا الان الى تحليه مياه البحر، وانطلقنا في اول محطه في جزيره جربه كما تعرفوا في 2018، هي محطه بطاقه انتاج 50,000 متر مكعب في اليوم، واليوم كذلك محطه كبرى اخرى في طور الانجاز في جابس في منطقه الزارات بطاقه انتاج نهائيه 100,000 متر مكعب في اليوم، كذا وهذه باش تحل مشاكل الجنوب الشرقي تقريبا جابس مدنين تطاويل، لانه في المناطق هذه العجز المائي هيكلي، يعني اليوم هناك عجز منذ سنوات ولا بد من تغطيه العجز هذا بتحليه مياه البحر. كذلك محطه في صفاقس ب 200,000 متر مكعب في اليوم، وان شاء الله تنطلق خلال الصيف هذه، كذلك محطه اخرى في سوسه في طور الانجاز، وهذا الى جانب عديد المحطات الصغرى في داخل البلاد في توزر في قفصه في سيدي بوزيد، كذلك في قبلي وفي مدنين في منطقه بنقردان بالتحديد، وهذوما كلهم مشاريع باش بالفعل بعد انجاز هالمشاريع هذه راهو باش نمشيو في اتجاه انه نامنوا الماء بتاعنا في المستقبل، وان شاء الله ما نمشيوش للعطش.